قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس الشرقية. باسم الأمة رئيس الجمهورية. مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. أعلن باسم الله أمام العالم أجمع أن قناة السويس المصرية قد تم تطهيرها كاملة من العدوان الإسرائيلي، وأصبح طبيعيا أن يكمل هذا الشريان المصري الحيوي مسيرة العبور في سبيل سعادة الأسرة الإنسانية ورخائها، وأن يواصل رسالته العالمية بالربط بين أطراف العالم كلها. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات. هو سيادتكم للتوقيع على وثيقة أمر بدء حفر قناة السويس الجديدة. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Azim al-Qabbar.
ليك يا مصر حلوة بلادي السمرة.